للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ التمويل والاستثمار. بعد التحية لك دكتور، إذا وزيرة التخطيط أشارت إلى ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول لأعلى مستوى على امتداد عقدين ماضيين، يمكن بنسبة 9.8%، وأيضا توقعت أنه هو حيرتفع أكثر في المرحلة القادمة. إلى ما ترجع هذا الارتفاع؟ تحياتي لسيادتك يا فندم والسادة المشاهدين. الحقيقة طبعا المؤشرات الاقتصادية المصرية، سواء مؤشرات وفق التقارير المحلية أو وفق التقارير الدولية العالمية كمان، إنها في حالة تحسن، وده بيعكس ثلاث حاجات أساسية. الأول إنه هو إن تشغيل إدارة الاقتصاد الوطني خلال العام الأربع أعوام الماضية قد تغير كثيرا، ونمط الإدارة قد تغير، وبالتالي كان هناك استراتيجية لتشغيل الأصول غير المستغلة والاستفادة من كل الفرص الموجودة. الحقيقة الجزئية الثانية اللي هي أدت إلى ذلك أيضا، اللي هو السياسات المالية والسياسات النقدية التي قامت بها الدولة المصرية في سبيل معالجة بعض القضايا الأساسية. الحاجة الثالثة الحقيقة، وهو الاستثمار في القطاع، الاستثمار في القطاع الإنتاجي والقطاع الخدمي من خلال المشاركة الواضحة والموضوعية من خلال القطاع الخاص والقطاع الاستثماري. هذه العوامل جميعا الحقيقة أدت إلى زيادة في أو تحسين في مستوى المؤشرات الاقتصادية، وأدت إلى زيادة في معدل الناتج المحلي، وأيضا أدت إلى زيادة في كل المؤشرات. هي يعني عندما تكلمت الوزيرة عن الناتج المحلي يا دكتور، أكدت أن قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والتجارة والأنشطة العقارية كانت الأكثر مساهمة في الناتج المحلي. الحقيقة التنمية النهاردة في الدولة المصرية شاملة كل القطاعات. فالنهاردة في بعض القطاعات، كده مثلا القطاع العقاري كان شغال، القطاع السياحي مش شغال. النهاردة الحقيقة في تحسن في كل القطاعات. لو جينا خدنا مؤشرات السياحة هنلاقي أن القطاع السياحي رغم كورونا إلا أنه أدى أداء مقبولا، القطاع الصناعي أدى أداء جيد، القطاع الصناعات التحويلية والتشغيلية والقطاع الخاص وغيره. التنمية المصرية النهاردة بتشتغل على أطر متكاملة ولا تتعامل بسياسات الجزر المنعزلة. أيوه. وبالتالي هناك تكامل ما بين السياسات بعضها البعض، سواء السياسات المالية والنقدية وسياسات التشغيل وسياسات الاستثمار. فضلا عن ذلك، هناك ايضا كمان قدره في اداره ديون الدوله والانفاق العام. لما الدوله استطاعت ان تدير مشكله الديون والانفاق العام مع السياسات الماليه والنقديه، انعكس ذلك على التضخم، وانعكس ذلك على التشغيل، وانعكس ايضا على كميه الاحتياط النقدي الموجود في الدوله المصريه النهارده، اللي هو وصل الى معدلات قياسيه، وصل ل 40 مليار 800 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي. الحقيقه طبعا هناك تحسن. هذا التحسن ما بيجيش كده، لان الاقتصاد ارقام، الاقتصاد مش وجهه نظر، الاقتصاد سياسات وارقام. صحيح. والارقام بتبتدي تعكس. فانا لما يجي النهارده كل الناس، كل المؤشرات الاقتصاديه بتقول لي ان الاقتصاد المصري تحسن، وان في هنا اصبح هناك نموذج النهارده من الإدارة المصرية في الأنشطة الاقتصادية في ظل الأزمة، لأن حضرتك كمان ما ننساش إن إحنا خارجين من أزمة كورونا وأزمة عالمية موجودة، والنهاردة كمان بنستعد لفي إن هناك أزمة مالية قادمة للعالم. فهنا الإدارة المصرية النهاردة بتتعامل برشد مع هذا في ضوء خبرتها في إدارة الأزمة أو إدارة الأزمات الموجودة. يمكن هذا الرشد يا دكتور محمد هو اللي خلى مصر يعني خلال هذه الجائحة تحقق معدل نمو إيجابي، في حين أن اقتصادات كبرى في العالم حققت معدل النمو بالسالب. الحقيقة ده واضح جدا، وده واضح من حاجتين حضرتك، مؤشرات كده. معدل التذبذب في العملة النقدية أمام الدولار خلال الثلاث سنوات اللي فاتوا كان عبارة عن 4-6%، في حين معدلات التذبذب في العملات او انهيار العملات في المنطقه الاقليميه، المنطقه او الدول المنافسه لينا، كان في حدود 30-40%. هذا يؤكد الى ان الاقتصاد الوطني النهارده معطياته قادره على العطاء، وانه اذا استطاعت الاداره ان تشغيل الاقتصاد الوطني وفق المعطيات الحاليه وتحسين قوه الدفع، نستطيع ان نحسن معدل النمو ونحفز هذا القطاع. فضلا عن ذلك كمان، ان هو هناك في الإدارة أو في البنية التحتية التكنولوجية اللي تمت في أداء الإدارة المصرية النهاردة
استطاعت أن تحسن طبعاً، وبالإضافة إلى المناخ الاستثماري والقوانين والتشريعات استطاعت أن تحسن أداء الاستثمار، فعمل على جذب أموال. هذه الأموال ترجمت إلى صناعات في شكل توطين صناعي أو صناعات ثقيلة أو غيره، والسياسات اللي تمت للقطاع الخاص والقطاع الخاص سواء بالمشروعات متوسطة أو صغيرة، كل هذا انعكس الحقيقة على الأداء. انعكس في معدل التوظف النهاردة ارتفع، يعني معدل البطالة انخفض، معدل نمو الناتج المحلي النهاردة ومعدل نمو الناتج النهاردة ارتفع في ضوء أزمة كورونا، الاحتياط النقدي ارتفع، عدد الوظائف اللي تمت في داخل الدولة المصرية خلال السنوات اللي فاتت دي اللي هو تم ضخها في المشروعات الكبيرة حوالي 6 مليون وظيفة، كل ده انعكس الحقيقة على الشارع بجانب اللوجستيات، بجانب الطرق، بجانب تحسين المواني، بجانب تحسين الهيئات الاقتصادية أو القطاعات الاقتصادية اللي موجودة النهاردة والمناطق الصناعية اللي موجودة والعشوائيات. لا الحقيقة هذا الشكل التكاملي، يعني زي ما حضرتك قلت مفيش جزر منعزلة، كان الشكل التكاملي يعد من الاقتصاديات الناشئة القابلة للتطور، وهو اقتصاد تنافسي، واستطاعت الإدارة الاقتصادية أنها تدمج الاقتصاد في الاقتصاد العالمي أو يقدر ياخد ويدي منه من غير أي هزة. النهاردة حضرتك الحماية الاجتماعية وغيره، فمعنى ذلك أن المؤشر الربع سنوي النهاردة مطمئن جدا على أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه السليم. صحيح أن ربما يكون معدل النمو هذا غير مرضي لحتى الحكومة ونحتاج أكتر منه، لكن إلى حد كبير جدا ما في شك، ولكن يعني هي أصل جائحة كورونا أثرت على اقتصادات العالم كله يا دكتور يعني. وهذا الأمر أيضا يعد يحسب للإدارة المصرية أنها استطاعت أن تدير الاقتصاد ولا تتوقف على الانتاج أزمة كورونا، وده واضح في المؤشرات الحقيقة. فقد يكون هذا المؤشر الربع سنوي ده يكون بداية جيدة للانطلاقة الاقتصادية حتى يكون اقتصادا تنافسيا ونمرا اقتصاديا قادما ان شاء الله. صحيح. طيب اخيرا ايضا يا دكتور، يعني توقعت الوزيرة ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و 5.7% بنهاية العام المالي الجاري. اذا يعني كل ما ذكرناه هو بيصب يمكن في هذه النتيجة اللي المفروض هتتحقق يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، لانه حضرتك كده ايه، هناك حضرتك في مشروعات كبيره وفي توطين صناعي وفي جذب استثمارات وفي مناطق صناعيه قائمه. الاقتصاد المصري النهارده بيعتبر اعاده اكتشاف الاقتصاد الوطني في ضوء معطياته، اعتقد انها يمكن ان نحقق هذا المعدل. والحقيقه صندوق النقد الدولي من حوالي اسبوع قال ان معدل الاقتصاد الوطني مصري، الاقتصاد المصري معد ان يحقق 8.5% او 5.2%، وده بيتفق مع رئيس وزاره الوزير النهارده على اساس ان الاقتصاد الوطني النهارده بيشهد نموا حقيقيا واداره جيده. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله دكتور محمد الشواتفي استاذ التمويل والاستثمار.